أنا ظننت بأنه بعد مرور سنة من وفاة الأستاذ والحقوقي والمندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان تنعقد اليوم واحد الندوة تنعتبروها ندوة ديال الوفاء والاعتراف لما قدمه الفقيد أحمد الشوقي في مسار الحركة الحقوقية في المغرب، سواء كمناضل في الحركة الحقوقية، سواء كمسؤول عمومي في المندوبية الوزارية، سواء كباحث وكمدرب في مجال ديال حقوق الإنسان. كنظن بأن اليوم هو استرجاع واحد الذاكرة مشتركة الأستاذ أحمد شوقي اللي ساهم، اللي كان معتقل سياسي سابق، مناضل حقوقي سابق أيضا، واللي ساهم في واحد المرحلة مهمة في هيئة الإنصاف والمصالحة منتخ 2004-2005، وأيضا ساهم ماشي فقط ترك حقوقي ولكن ساهم كباحث في مجال حقوق الإنسان، نشر الدراسات ديالو، كذلك كاين اللي كترسم واللي كتوثق سميتها واحد 40 سنة ديال ذاكرة سنوات الرصاص. اشتغل أيضا في المرصد الوطني لحقوق الإنسان، اشتغل في المرصد الوطني لحقوق الطفل، بمعنى عنده واحد تراكم معرفي وثقافي في مجال ديال حقوق الإنسان. فكنظن بأن اليوم هو كنستحضروا الذكرى ديالو في واحد الندوة علمية تكريمية للموضوع ديالها هي حقوق الإنسان في مرآة العلوم الإنسانية، بمشاركة مولاي مبارك بودرقة، عبد الإله بن لقزيز، عبد الرحيم الجامعي، محمد الأزهر والطيب بياض. شكرا. نحتفل اليوم بالذكرى الأولى لوفاة صديقنا وأخونا أحمد شوقي بن يوم رحمه الله. يعني اخترنا في هذه الذكرى ديالو ما نديرو الشهادات، نديرو لأنه كان مولوع هو متابعة التطورات المعرفية، وكيربط العمل اللي كيشتغل فيه حقوق الإنسان مجال العلم الاجتماعي السياسي والفلسفة والبحث العلمي، وكيربطو كان مولوع بالكتب باستمرار. كنت كل ما كنجي من فرنسا وكنتلقى به، أول ما نقوم به أنه كندير واحد الجولة في المكتبات وكنشوفو شنو الأشياء الطارئة الجديدة اللي يمكن التعليم أنه يستفد منها. وعندما يكون معرض الكتاب في الدار اللي كان كاين عقد في الدار البيضاء، كنا كنمشيو في اليوم الأول، يعني عندما يفتتح المعرض الدولي أبوابه للجمهور، كنا أول من يصل وكيدور على المكتبات المشرقية شنو جد منها من جديد. لما كنا غادي نكتبوا كذلك كان مذكرات ديالنا ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، خدينا واحد 3 سنين ديال القراءة ديال المجموعة بالمذكرات التي صدرت في المغرب وفي العالم أيضا، حتى أن نستفيد من تجارب ديال الإخوان باش تكون يعني الحكي ديالنا في كتاب كذلك كان أنه يكون منفرد في الحقيقة. فسيدي أحمد الله يرحمه يعني شاءت أقدر أنه يمشي ولا زال شابا ولا زال قادر يعطي، وقد أعطى لبلاده الكثير، سواء في مجال حقوق الإنسان، سواء في النضال دياله داخل المجتمع المدني أو داخل المؤسسات الحقوقية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو هيئة الإنصاف والمصالحة. ثم أنه أيضا لما تحمل المسؤولية ديال المندوب الوزاري، يعني قام بدور كرجل دولة حقيقي يدافع عن وطنه، فرحمه الله تغمده برحمته الواسعة. وشكرا. اليوم في هذه الندوة العلمية التي اخترنا لها عنوان حقوق الإنسان في مرآة العلوم الإنسانية والاجتماعية، لسبب بسيط، هو أن المرحوم أحمد شوقي بن يوب كان من القامات الحقوقية المغربية المهتمة بشكل كبير بالتطورات النظرية والمنهجية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. كان لا يرى حقوق الإنسان إلا داخل إطار هذه الاجتهادات الفكرية المرتبطة بالتراكمات الحاصلة كونيا في مجال الفلسفة السياسية، العلوم السياسية، علم الاجتماع السياسي، علم النفس السياسي والتاريخ الراهن. وبالتالي هذه النظرة التي كان يرى فيها حقوق الإنسان، قلنا أو رأينا أن أحسن تكريم يمكن أن نقدم إليه هو أن نقرأ حقوق الإنسان أيضا وفق هذه الرؤية التي كان يجد ذاته فيها، إكراما وتكريما لروحه الطاهرة. شكرا.